لانه معانا على التليفون ايضا دكتور علي عوف، رئيس شعبه الادويه في اتحاد الغرف التجاريه. دكتور علي، اعتقد حضرتك عندك وجهه نظر او عندك حل، ايه هو يا دكتور؟ اهلا بيك اولا. اهلا وسهلا استاذ يوسف، واحنا بنرحب بمعالي النائب والكلام المحترم اللي قاله، ولكن الوضع كالاتي: احنا لابد نبقى نقول الصوره الصحيحه اللي الناس لابد ان هي تعرف ايه هو الوضع الحالي. قلنا احنا منظومه الدواء موجوده تحت مظله هيئه الدواء المصريه، وزي ما حضرتك قلت ومعالي النائب قال انه الدواء موجود مرخص وتسجيلاته تحليله تسعيره كله تمام. الدواء لو غلي بره في مصر ليه تسعير جبري. الشركات احنا بنستورد كميه كبيره من الانسولين، ما ينفعش اصحى الصبح ما ليش الانسولين بتاعي، ده شيء طبعا غير مقبول ولا تقبله هيئه الدواء ولا يقبله الحكومه. احنا الدواء تحت منظور مؤسسه الرئاسه اسبوعيا بيتم مراجعه ملف الدواء، تدبير وتوفير كل جرام ماده خام جوه مصر معروفه رايحه فين وبتاع. ولكن كويس، احنا بنتعامل مع ثقافه ومع فيسبوك. كويس، احنا دلوقتي اللي بيحركنا الفيسبوك. لما النهارده انت عند حضرتك الانسولين اتعمل اساسا لعلاج السكر. كويس؟ كويس. ينزل ناس في الفيسبوك بتقرا شويه في حاجات بره اعلانات على انه الانسولين بيستخدم في التخسيس، فالناس تنزل تاخده بدون استشاره طبيب، وينزلوا الصيدليات علشان يجيبوه عشان تخسيس. مش موجود، خلاص مش موجود. او ما اطلع على الفيسبوك اقول الانسولين مش موجود، طب حضرتك طالبه لايه؟ للتخسيس. وهل هو جاي ومسجل في مصر عشان التخسيس؟ يعني الأزمة في رأيك يا دكتور إنه الأنسولين اتسحب من الصيدليات؟ لا مش ناقص، مسحوب علشان الناس بتستخدمه لأغراض التخسيس؟ التخسيس ده، بص، هما ثلاث أنواع بالتحديد اللي فيهم مشكلة اللي بيخسسوا. واحد منهم مشهور جدا 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 وبيتسأل عليه وبيتاخد، خلاص سعره مثلا حقنة 2500 بيتباع بخمسة وب 10,000 جنيه. دي القصة. هيئة الدواء بتعمل ايه؟ بتعمل ضوابط لما تلاقي ان الحاجه تم اساءة استخدامها او استخدمت سوق سوداء او نزلت في السوق مغشوشه، فهيئة الدواء عشان تحافظ على المواطن ايه؟ بتحط هذه الحقن في 28 صيدليه على مستوى الجمهوريه تابعه للدوله، تابعه للشركه المصريه لتجاره الادويه، منهم الاسعاف والشكاوي ومصطفى كامل، اكثر من صيدليه موجوده. المواطن المصري هيروح بروشتة وصورة الرقم القومي يصرف الانسولين اللي هو بياخده من السوق السوداء من بره، واللي بيلف ما بيلاقوش هيلاقيه موجود. مفيش اي، لان احنا متابعين حركه الدواء كل اسبوع مع هيئه الدواء، عندنا اجتماع مراجعه النواقص ومراجعه التدبير بحيث ان احنا نشوف الدنيا. هنا في نقطه يا دكتور، يعني حضرتك في 28 صيدليه هلاقي فيهم الانسولين اللي هو الناس بتدور عليه بره، بس بموجب روشته انا جاي لروشته من طبيب بيقول فيها، لان الناس بتخش تسال على حقن التخسيس الانسولين. طيب للتخسيس انا فاهم وجهه نظر حضرتك يا دكتور، بس هنا في شقين. اول شق انه بالتاكيد 28 صيدليه في عموم القطر المصري مش كافيين. اتنين، انه اذا كانت الناس بتسحب الانسولين من الصيدليات يبقى المشكله في الصيدليات مش مشكله في الناس. المواطن في اي حته في الدنيا لو راح سال على منتج ما ولقاه انه بيتصرف له من غير روشته مش هيفرمل نفسه، يعني هيروح يشتريه برضه. هو عاوز يضر نفسه، يعني استخدام الانسولين لغرض انقاص الوزن دي كارثه في حد ذاتها، كارثه صحيه يعني. مظبوط. بص حضرتك، حطيت ايدك على المشكله وده سليم، بس خلي بال حضرتك من الاتي: الصيدليات بتصرف بروشته او بدون روشته، لان لا يوجد الزام بان اي مريض يخش ياخد الدواء بروشته، خلاص ما عدا الحاجات اللي هي بتعتبر منومات وحاجات دي جدول، بروشتات لابد جدول، انما ما دون ذلك لا يوجد. وانا كصيدلي ما اقدرش واحد يجي يطلب من دواء واقول له لا يعمل لي محضر امتناع ان انا ما بعتلوش الدواء. فهنا حضرتك لو هناك تشريع او قانون يلزم
ان في ادويه معينه، لان قانون المهنه عندنا اداني حريه ان انا اشتغل حاجات بدون روشتات اللي هي الحاجات الاو تو سي. اما الحاجات اللي هي السكر والضغط والبتاع ده بوصفه طبيه يطلع قرار زي كده الصيدله هيلتزمه، انما ما يقدرش الصيدلي يمتنع عن بيع حاجه مريض داخل ياخد طيب منه. هنا يبقى في سؤال تاني او سؤالين بمعنى ادق قبل ما ارجع له، وهستاذنك قبل ما ارجع له سياده النائب ايمن محسب، لكن السؤال هو انا ما عنديش حاجه من النقابه، نقابه الصيدله تحديدا، تقول على حظر صرف الانسولين بدون روشتة. طب انا ما عنديش حاجه من وزاره الصحه تلزم الصيدليات بعدم صرف الانسولين من غير روشتة. ده كده السؤال الاول. السؤال الثاني، وهو انا ما عنديش انسولين محلي يغطي الاحتياج؟ اولا بالنسبه للسؤال الاولاني، هو ما فيش الزام يعني واضح بانه الادويه تتصرف واضح دي تحمل قولان يعني او ثلاثه اقوال. قانون واضح يقول مثلا ايه الدواء يتصرف بروشتة، احنا بيدينا تعليمات من هيئه الدواء ده يتصرف زي بعض ادويه انواع من الادويه. هيئه الدواء بتقول لك المريض ما ياخدش اكتر من علبه، ما ياخدش اكتر من علبتين، ده ما هيش جدول، ولكن هناك نوع من انواع بس يا دكتور اي علبه انسولين او اي الم انسولين، اول ما هفتحه وهطلع النشره هلاقي مكتوب عليها كده لا يصرف الا بوصفه طبيه. مظبوط. المفترض انه صديقي العزيز اللي موجود جوه الصيدليه عارف الكلام ده، بيصرفه ليه؟ بص حضرتك، هو دلوقتي في مرضى معتادين ان هم بينزلوا يروحوا الصيدليه ما بياخدش روشته، ضاعت منه روشته، هيجي مش هيروح للدكتور يكتب له واحده، يروح للصيدلي يقول له انا عايز الدواء الفلاني، فالصيدلي هيديها له. هي القصه هنا في اولا الوعي ان الانسولين بيستخدم في حالاته، اللي عايز يستخدم انسولين للتخسيس يروح لطبيب يكتب له الكلام ده، انما ما يروحش منه ويجتهد. الحاجه الثانيه حضرتك قلت سؤال مهم جدا، هل احنا كصناعه وطنيه ما نغطيش احتياجنا؟ احنا لحد دلوقتي لا ما نغطيش، ولكن احنا من 2014 شغالين بسياسه توطين صناعه الانسولين. احنا النهارده عندنا مصنع من مصانع الانسولين بجوده عاليه، هذا المصنع بادئ تطويره، والنهارده اصبح الانسولين الالم اللي ما كانش موجود في نهايه 23، وزير الصحه احتفل بان مصر بدات تصنع خراطيش الانسولين كمرحله اولى. احنا بنغطي المستشفيات الحكوميه كصناعه وطنيه، القطاع الخاص فما زال هناك الشركات الاجنبيه ليها المنتجات بتاعتها، احنا واخدين منه مساحه بس لسه المساحه بتاعتنا مش كبيره، ولكن هناك خطه لان احنا يبقى لينا الابر هاند في السوق المصري في حلال. طيب.